السلام عليكم ورحمة الله، حضراتكم محمد محروس المحامي، والنهاردة هنتكلم عن فيديو جديد يكاد أن يكون هو حديث الساعة في مصر حاليا، وهو إحالة المخالفين في قضايا البناء إلى المحاكم العسكرية. بس النهاردة مش هنتكلم عن موضوع الإحالة باستفاضة، احنا النهاردة هنتكلم عن أحد الحلول اللي ممكن الناس تطمن بيها أن أنت إن شاء الله مش هيكون عليك ضرر أو أي مسؤولية في موضوع البناء قدام النيابة العسكرية، وهو موضوع التصالح. وأنا بناشد الجميع اللي لسه لحد النهاردة ما قدمش في قانون التصالح، بقول لك دي فرصة، ده قانون استثنائي يجوز إن ما يتمدش مدة تاني، وهو مخرجك الوحيد حاليا هو مخرجك الوحيد من موضوع البناء المخالف. طيب إيه مخرجي في قانون التصالح؟ رقم واحد، نص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية بعد تعديلها. طيب أنا هحتاج المادة الثالثة دي في إيه؟ هحتاجها في إيه؟ أولا أنا هحتاج المادة الثالثة فقرة ثلاثة في أن أنا أثبت أن الواقعة بتاعتي تمت قبل العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بإحالة جميع المخالفين إلى النيابة العسكرية. يعني أنا لو الواقعة بتاعتي قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في شهر 4/2020، يبقى أنا في الحالة دي أنا مش هتعرضني نيابة عسكرية، ولو تعرضت نيابة عسكرية يبقى لازم بأي حال من الأحوال أثبت أن المخالفة بتاعتي تمت قبل العمل بهذا القانون. طب عشان أثبت أن المخالفة بتاعتي تمت قبل العمل بهذا القرار، ايه اللي اقدر اقدمه؟ الفقرة الثالثة نظمت الموضوع ده. وطبعا الناس كلها فاكرة ان الموضوع مختصر في محضر المخالفة، لا طبعا الكلام ده غلط جدا. ليه؟ لان مش شرط ان يكون في اساسا محضر مخالفة عشان تقدم في قانون التصالح، مش شرط. يعني انا ممكن اقدم في قانون التصالح من غير ما يكون فيه محضر معمول لي؟ ايوة طبعا ممكن. طيب ازاي اثبت قدام النيابة العسكرية ان المحضر بتاعي او المخالفة بتاعتي كانت قبل التاريخ ده؟ في 7 حالات، مش حاجة واحدة، ده 7 حاجات ممكن تقدر تثبت بيه. رقم واحد، وده طبعا الاساسية، ان انت يكون معمول لك محضر مخالف، يعني يكون فيه محضر مخالفة تم تحريرها من قبل الجهة الادارية قالت ان انت بنيت كذا وخالفت في كذا وتم تحرير محضر لك. هنا يقابلنا حالتين لازم نتناقش فيهم، اللي هم ايه؟ ان هو ممكن حضرتك تبقى بنيت قبل صدور القرار ده وما تعملكش محضر اساسا، او ممكن يكون تعمل لك محضر المخالفة بعد صدور القرار. يعني انت مثلا كنت باني في 2016 او 2017 وما تعملكش محضر الا بعد صدور القرار، في الحالة دي انت هتعمل ايه؟ طبعا مش هتقدر تقدم صورة من المحضر، عشان المحضر بعد صدور القرار. يبقى انت لازم تشوف ايه اللي ممكن في امكانك ان انت تقدمه تاني يثبت ان تاريخ المخالفة سابق على القرار. زي ايه؟ زي المادة الثالثة وضحت كل ده وقالت على سبيل الاستثناء للحصر، بمعنى ان اي مستند معاك يفيد ارتكاب تاريخ محضر المخالفة هينفع. زي ايه؟ على سبيل الحصر، مش على سبيل الحصر، ده على سبيل الاستثناء. رقم واحد، تاريخ تركيب اي مرفق، كهرباء، ماشي، مية، غاز، انترنت، تليفون، ايا كان المرفق اللي حضرتك ركبته، المستند ده هيدل ان انت فعلا المخالفة بتاعتك تمت قبل صدور القرار. رقم اتنين، مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية يفيد بسداد اي عوايد عن العقار ده، فطبيعي طالما بتسدد عوايد يبقى العقار موجود. طيب النقطة اللي بعديها، ان يكون مثلا في عقد بيع مشهر او عليه صحة توقيع من طرف لطرف، يعني حضرتك مثلا بنيت في 2015، تمام؟ طيب بعت في 2017، طيب اتعمل المحضر
في شهر 7 مثلا بقى او شهر 8 بعد صدور قانون التصارع. في الحالة دي ايه اللي يثبت ان انا بنيت قبل القرار عقد زي ده؟ طيب ايه تاني؟ ممكن يكون عقد ايجار. لو عقد ايجار عليه اثبات تاريخ برضو ممكن يثبت. طب ايه تاني؟ صورة ملتقطة من القمر الصناعي. حضرتك تقدر تجيب صورة من القمر الصناعي تثبت فيها تاريخ انشاء العقار، وطبعا هيكون متصور ومتحدد المعالم. تقدر تجيب صورة بإحداثيات المنزل المخالف وتقدر تستعين بها في تقديم الطلب. طيب النقطة الأخيرة، النقطة الأخيرة هي تقرير من أحد كليات الهندسة، تقرير من أحد كليات الهندسة يثبت زمن إنشاء العقار أو المركز القومي للإسكان والبناء. تقدر حضرتك تجيب أي تقرير يفيد تاريخ إنشاء البناء. طيب إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ أولا ده تيسيرا على حضرتك إن أنت تقدر تثبت قدام النيابة العسكرية إن المبنى بتاعك أو المخالفة بتاعتك تمت قبل صدور القرار حتى لو ما كانش متحرر لك محضر. في الحالة دي هيبقى فيه عدم اختصاص وأحالة للنيابة العامة. طيب أنت ممكن دلوقتي طبعا وإحنا بنناشد الناس إن أنتوا يا ناس قدموا التصالح، يا ناس قدموا في التصالح. طبعا احنا قلنا قبل كده ان ده قانون استثنائي ولازم نستغل الفرصة دي ونقدم فيه. طيب انا ممكن اروح اقدم في التصالح وللأسف الشديد في بعض الجهات الإدارية ما بتقبلش بعض طلبات التصالح. يعني حضرتك ممكن تروح تقدم وتلاقي الموظف الموجود يقول لك لا بعد اذنك ده انت باني بعد 22/7/2017 مثلا في التصوير الجوي انت مش موجود، يبقى انا مش هاخد منك الطلب. ممكن مثلا يقول لك انت مش معاك تقرير، تقرير مثلا الانشاء، سلامة الانشاء. تمام. طيب انت في الحالة دي ممكن تعمل ايه؟ لا هقول لك على حاجة. اولا من حقك قانونا، من حقك قانونا في المادة الثالثة، طبقا للمادة الثالثة الفقرة الثانية او الفقرة ب من اللائحة التنفيذية المعدلة، بتقول ان الجهة الادارية، الجهة الإدارية تلتزم باستلام أوراق التصالح في جميع أحوالها، في جميع الأحوال، طالما أنه يوجد معك ما يفيد سداد رسوم الفحص. يعني حضرتك طالما معك إيصال استلام، طالما معك إيصال بسداد رسوم الفحص، يبقى تقدر تقدم الملف بتاعك أيا كان المستندات الموجودة معك، حتى لو كان المستندات ناقصة. حتى لو كانت المستندات ناقصة. طب ايه اللي هيتم واكملها ازاي؟ بعد كده في لجنة هتيجي، اللجنة دي طبعا هتمسك الملف، هتفتح الملف بتاعك، هيبقى فيه بعض الاوراق الناقصة، هيتم استيفائها بعد الارسال ليك وحضورك وتقديم بعض المستندات. فانت في اي حال من الاحوال ما تخليش الفرصة تضيع منك، وما ينفعش ان انت تروح عند الموظف ويقول لك لا ده ما ينفعش، لا انت من حقك ان انت تقدم الطلب. واحفظ نص المادة دي كويس، نص المادة الثالثة فقرة ب أو الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية بعد التعديل، وقول له لأ ده القانون قال كذا. طبعا ما في مرضيش، في الأعلى منه، في المدير، لازم تقدم الطلب، ما تمشيش من غير ما تقدم طلب التصالح. طيب بالنسبة للناس اللي قانون التصالح مش هيشملها، بالنسبة للناس اللي اتقبض عليها، بالنسبة للناس اللي لسه ما خرجتش، بالنسبة للناس اللي صدر لها ضبط وإحضار من النيابة العسكرية، بالنسبة للناس اللي كانت بنية قديمة وتعرضت على النيابة العسكرية، بالنسبة للناس اللي خايفة الإزالات اللي ممكن تحصل في ظل الظروف والوضع الراهن، طب إيه اللي ممكن نعمله؟ إن شاء الله ده بإذن الله هيكون بالتفصيل وكامل بقرارات النيابة العسكرية، إيه اللي تم وإيه قرارات النيابة العسكرية بتصدرها. إن شاء الله ده بإذن الله هيكون بكرة. ياريت اللي حضراتكم بتتابعوا الفيديو حاليا تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديو الجديد بكرة إن شاء الله وأي جديد مننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.